ويكون معنا في النقاش عبر الاتصال المرئي من دبي الدكتور ضرار عبد الله، وهو استشاري طب باطني. صباح الخير دكتور ضرار. صباح الخير عليك وعلى المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. إذا دكتور، اللقاح الروسي، ما كل ما يجب أن يعرفه عموم الناس من حقائق علمية حوله؟ والله سؤال جيد، حتى بالنسبة لنا إحنا للعاملين بالمجال الصحي، لأنه إحنا بحاجة لمعرفة المزيد قبل ما نحكي للناس صراحة. وهذا بيلخص السرعة الرهيبة اللي تم فيها إنتاج اللقاح الروسي. أختي، هو بشكل عام طبعاً إنتاج اللقاحات لأي مرض فيروسي بيحتاج إلى سنوات من البحث والتطوير، مراحل عديدة تتعدى 5 أو 6 مراحل، منها 3 مراحل سريرية. كل مرحلة من هذه المراحل لها سنوات، وأعني سنوات وليس أشهر. فإذا إحنا بنشتي إنه اللقاح الروسي يعني بل بدأ العمل فيه بشهر 6 ووصف عليه بشهر 8، وفي مقولة إنه تم إنتاجه الشهر هذا أو تم يبلشوا إنتاجه ويعطوا بعض الجرعات للعاملين في المجال الصحي، فهذا يعني بيثير حقنا إحنا كعاملين في مجال الرعاية الصحية، وبيثير تساؤلات كبيرة عالمية زي التساؤلات اللي طلعت في الغرب وفي كل مكان عن فعالية هذا اللقاح. نعم. اللقاح أختي يعني هو طبعا في مراحل كثيرة، ولازم ينفحص على بداية عشرات الناس ومن ثم مئات الناس ومن ثم آلاف الناس في 3 مراحل سريرية، وكل مرحلة بحاجة إلى وقت طويل. فإذا إحنا ما بنحكي إنه مش فعال، إحنا بنحكي إنه بده وقت ليثبت فعاليته، والوقت هذا مش عن أشهر وسنوات، مش عن عدد كبير من الناس لازم تأخذ اللقاح، ولازم تثبت جدوى إنه الناس هاي ما انصابت بالفيروس، مش كلها طبعاً، في نسبة معينة إذا ما انصابوا بالفيروس اللقاح يعتبر فعال. طيب دكتور، يعني بعد هذا هالمراحل هذه كلها، يعني هل من أمل؟ ما أفق الأمل بشأن نجاحه، وما وجه المفاجأة في إطلاقه؟ والله يا أختي، الأمل دائما موجود، وإحنا كنا معلقين آمالنا، وكثير دول أبدت رغبتها في اللقاح الروسي، مش أمريكا مش من ضمنهم طبعا، يعني انتقدوا هذه الخطوة، أوروبا انتقدت هذه الخطوة، بس في دول تشاركت زي ما بنعرف إحنا مع روسيا في إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. الأمل كبير، والفيروس إن شاء الله يكون فعال، بس إحنا بحاجة إلى وقت. يعني هلا اذا بنحكي احنا، انا تعامل في مجال الرعايه الصحيه، اذا اني بشتغل بروسيا ما راح اكون سعيد انه الفيروس انه الفاكسين ينعطالي بدون ما يكون معروف شو اثاره بشكل عام. نعم. قيسي على كل الناس، قيسي على كل الناس وعامه الناس اللي راح تكون متشككه. احنا بنعرف انه في فئه من الناس متشككين بالفاكسين، ولو انها فئه قليله جدا، بس هاي الفئه راح تزيد جدا هلا حاليا، وخصوصا انه الباكسين فولنتري يعني طوعي مش اجباري. فبدنا وقت، يعني الامل دائما موجود. هذا مش الباكسين الوحيد، في باكسين صيني كمان دخل المرحله الثالثه ووفق عليه كمان وبلشوا يعطوا. فاحنا بنحكي عن 2 باكسينز، واحد من روسيا واحد من الصين. اذا دكتور اذا الان العالم في سباق لقاحات. طيب شو يعني إطلاق روسيا لأول لقاح؟ هل يعني هذا أن الجهد العلمي العالمي وصل مرحلة إيجاد الحل؟ مضبوط. إحنا لما نحكي عن إنه جهود 5 سنين أو 10 سنين اختصرت في عدة أشهر، فإحنا نحكي عن سباق محموم جدا موجود في كل العالم، اختصر الفيزز أو المراحل تبعت الباكسين إلى أشهر. هلا هذا الاختصار ممكن يكون اختصار مفسر أو ممكن يكون اختصار غير مفسر. يعني إحنا مراحل تطوير الباكسين اللي هي مرحلة الأولى والثانية والثالثة، في كثير من الشركات حالياً بتدمج مرحلتين مع بعض، يعني المرحلة الأولى والثانية أو المرحلة الثانية مع الثالثة عشان تختصر الوقت، عرفتي علي؟ بس يعني ما في حدا بيشك من إنه الإعلان اللي صار في روسيا ممكن يكون في دوافع ثانية لإله، دوافع إحنا بنحكي يعني ما بيخفى على أي حد، يعني إنه روسيا تحكي إنه في لقاح مقارنة مع كل العالم، طبعاً أكيد هذا كريدت لروسيا، بس بروفايدد بشروط إنه يكون محصل فيه المعايير العلمية والسيفتي والإفكتي اللي هي الأمان الفاكسين، والإفكتي إنه هل فعلياً بيحمي من الفيروس ولا لا. ففي دوافع ثانية، مضبوط، في دوافع ثانية تحدث عنها الغرب، دوافع سياسية، دوافع إعلامية. احنا بالنسبة لنا بنستنى وننتظر التجارب الفيز 3، لأنه إذا بتتذكري أنت الفاكسين الروسي، اللقاح الروسي
وقفوا عليه قبل ما يبلشوا المرحلة الثالثة من التجارب التجريبية. فلازم نكون حذرين بهذا الموضوع. نعم. الكل لازم يكون حذر بهذا الموضوع. صحيح، يعني حتى القائمين عليه أو المطورين لهذا اللقاح ربما لنا الحين مشككين نوعا ما. طيب نحن عموم الناس كيف من الممكن أن نتأكد من 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 نجاعة هذا اللقاح؟ عموم الناس في انتظار السلطات الصحية في بلادهم. نعم. في انتظار وزارة الصحة، في انتظار منظمة الصحة العالمية اللي شككت في اللقاح الروسي وحكت بدنا وقت، مش شككنا فيه مش فعال، لا بدنا وقت. فاحنا ننتظر، احنا كلنا ثقه بسلطاتنا الصحيه اللي موجوده هنا في البلد انه ما راح تبلش تجارب سريريه على زي اللي بلشت مثلا في ابو ظبي على اي لقاح سواء صيني او روسي الا لما نكون متاكدين انه اثبت نجاحه في المرحله الاولى والثانيه. وبالتالي احنا كعامه الناس في انتظار ان شاء الله اخبار جيده وطيبه ومتفائلين ان شاء الله نسمع بهذا الكلام بالاشهر القادمه. خلينا نحكي على بدايه السنه الجديده انه المرحله الثالثه من التجارب التدريبيه نجحت، وبالتالي الانتاج التجاري للقاح بلش، وبالتالي انه احنا ممكن ندعو الناس بكل امان لما نكون احنا مطمئنين، السلطات الصحيه تطمنا، ممكن ندعوهم بكل امان انه يعني الفيروس هذا امن وفعال على نسبه كبيره من الناس كما ثبت علميا بالتجارب التدريبيه اللي اجريت في بلاد كثيره. نعم. طيب دكتور، هناك جدل اشتعل في الأوساط الغربية حول اللقاح الروسي، يعني هل هو أساسا علمي أم سياسي أم اقتصادي؟ شو رأيك في هالموضوع؟ والله شوفي، يعني أنا طبيب بالنهاية، لا سياسة ولا اقتصاد. نعم. بس يعني أنا العلم طبعا أكيد موجود، لأنه إحنا نحكي عن تاريخ مئات السنوات من اللقاحات من، نعم. من قبل 1800، فإحنا نحكي عن تاريخ وعلم يعني درس بكثافة يعني. فأنا بحكي السبب الأول طبعا أكيد 100% علمي، بس ممكن إن نشتي في بهارات زيادة على السبب العلمي اللي هي السياسي والاقتصادي. أكيد 100% ما تخفى على أي حدا المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي والتنافس الأزلي اللي بيناتهم. أكيد الأمريكان ما كانوا مبسوطين باللقاح الروسي 100% أكيد، واعتبروا إنه هاي الخطوة يعني متسرعة جدا وشككوا في جدواه وفي فعاليته. فأنا بحكي إنه السبب الأساسي علمي، بس راح يكون في له تداعيات ثانية اقتصادية وسياسية راح تزود من حجم الانتقاد للقاح الروسي أو الصيني. نعم. طيب ولكن يعني دكتور، ما تعتقد أن ربما يعني وجود اللقاح الروسي حاليا يسرع وتيرة ربما الأبحاث والناس القائمين على هذه الأمور؟ يعني الموضوع ربما يعني تحدث أبحاث سريعة في الأوقات القادمة إن شاء الله. 100%. تعرفي أول شغل على اللقاحات بلش بشهر 3 وتسارعت الوتيرة من ذلك الحين للآن. وانت إذا بتعرفي إنه في حالياً 165 لقاح تقريباً يتم العمل عليها. في جزء كبير منها ما وصل للمراحل السريرية، المراحل السريرية إحنا نحكي عن 30 أو 32 لقاح وصل التجارب البشرية، عرفتي؟ فإن السباق المحموم أصلاً بلش من شهر 3، عرفتي علي؟ وهلأ الاعلان الروسي راح يسارع من وتيره هذا. بس شوفي، في عندنا ستاندرد معايير علميه دايما بتخطيها. انا ممكن اتخطى سنه بشهرين، بس بتخطاها كيف؟ بتخطاها بالموارد البشريه العاليه، نعم. عدد ساعات عمل زياده، بالعدد المتطوعين، وهذا الشيء الوضع الحالي تبع الكوفيد 19 بيفرض علينا ان نشتغل اسرع من اللازم. فعشر سنين ممكن اختصارها بسنه او سنتين، بس بروفايدد انه في يعني اللي هي المينيمم ريكويرمنت او المعايير الدنيا من الاسس العلميه موجوده فيز 1 و 2 و 3، وبعدين انا تاكدت من السيف اللي هي الامان والافكاسي اللي هي الفعاليه تبعت اللقاح على عدد كبير من الناس، وقتها انا بكون مطمن حتى لو خمس سنين اختصروا بسنه وبلش انتاج اللقاح السنه الجايه. شكرا جزيلا لك دكتور على هالمعلومات القيمة. طبعا كان معنا الدكتور ضرار عبدالله استشاري طب باطني، شكرا لك.